السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجياس كاتو جور. ما اخبار شبيبه القبائل؟ اداره شبيبه القبائل تبلغ جمهورها الكريم بانه سيتم بيع تذاكر لمباراه اياب لدور ابطال افريقيا امام كازا سبور على النحو التالي: لايك على الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. هكذا ابلغت الاداره جمهورها الكريم يوم الجمعه 16 سبتمبر 2022 بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو، بدايه من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 12، ومن بعد تكمل من الساعتين حتى الساعه 5 هذه بيع التذاكر. ايضا زادوا داروا يوم السبت 17 سبتمبر بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو نفس التوقيت اللي حضرتكم قبيله، ويوم الاحد يوم المباراه بملعب اول ماي بيستيف، لان المباراه راح تلعب بيستيف اول ماي لي دي بلاصي اللي يهموا الامر. دوك نحكي لكم على سيره التذاكر اللي يهموا الامر. على بالي كاين شباب يحبوا يشوفوا فريقهم امامهم، لاش المباراه راهي تلفزي، يحبوا يشوفوا الفريق امامهم. ان شاء الله راهو يوم الاحد يوم المباراة راح تتباع التذاكر في برومي ماي بي سطيف. وكاين اللي خارج من تيزي وزو سي نورمال راح يلقى التذاكر في ملعب برومي ماي سطيف. هذه حاجة مليحة دارتها الإدارة. المهم نعطيكم سعر التذاكر. قرادة المدرجات الغير مغطاة ب 40,000، وعندك في تريبين كوفر 70,000. أتمنى كل التوفيق للمناصرين بيشاهدوا مباراة قوية إن شاء الله، وردة فعل إن شاء الله قوية، ونتمنى أن اللاعبين يكونوا في يومهم ويأهلوا الفريق، ونتمنى تأهل شبيبة القبائل. فيف الجياسكا مربوحة إن شاء الله، كلنا أمل في عودة الشبيبة. لايك على الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق. فيف الجياسكا مع فيديو جديد وأخبار جديدة. سلام خاوتي.